تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية ورئيسة الكومنولث، وذلك بمناسبة ذكرى عيد ميلاد جلالته. وأعربت الملكة إليزابيث في البرقية عن أطيب تهانيها لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة، متمنية لجلالته موفور الصحة والسعادة.